الحمد لله، الحمد لله إذا وعد أوفى وإذا توعد عفى. أحمده سبحانه وأشكره، أغنى وأقنى وأعطى وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقرب لديه الزلفى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، الرسول المجتبى والنبي المصطفى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والفضل والوفاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. أما آن لأهل الرقاد أن يستيقظوا؟ أما حان لأهل الغفلة أن يتنبهوا؟ ولذوي العقول أن يتفكروا؟ لقد صدق الموت الخبر، وأظهر تصاريف الغير، وكشف صنوف العبر، برزت المخبئات، وظهرت المكنونات، وشهدت الجوارح، وبعثر ما في القبور والضرائح. فيا لسوء منقلب الظالمين، ويا لحسرة مصير الهالكين. وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الآزفة، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها المسلمون، الحياة الأسرية من أوثق العلاقات الإنسانية وأرفعها شأنا، ولها في ديننا مقام كريم، وهي في شرع ربنا ميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. حياة أسرية يعيش فيها الزوجان، عيشة كريمة، يتقاسمان هموم الحياة في منشطها ومكرهها وحلوها ومرها ولينها وقسوتها وصحتها ومرضها ويسرها وعسرها. عباد الله، العلاقات الإنسانية والعلاقات الأسرية لا تقاس بمواقف اللحظات العابرة ولا بالأحوال الطارئة، ولكنها تقاس بالتراكمات المتتابعة والأحداث المتوالية. إنها علاقات ممتدة لا ينسيها حادث عابر ولا ينسفها موقف طارئ. إن الحياة بتقلباتها وأحوالها تحتاج أن يسودها روح الفضل، وتذكر فيها جوانب الخير والمعروف. فليس من العقل، ولا من الحكمة ولا من المروءة أن تهدم سنوات مودة في ساعات غضب عابرة. ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من المروءة أن تهدم سنوات مودة في ساعة غضب عابرة. لحظة غضب يتناسى فيها الزوجان الجوانب المشرقة، وأوقات السرور ولمسات الود والمحبة التي عاشاها والتي يعيشانها في أغلب أيام حياتهم. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: ولا تنسوا الفضل بينكم. إنه توجيه كريم وقاعدة عظيمة وحكمة سامقة باسقة تجري في مواطن أشمل وأعم من السياق الذي نزلت فيه، وهو معالجة الحالات بعد الطلاق. الفضل عباد الله، الفضل هو أعلى درجات التعامل، فهو مرتبة الإحسان وفوق مرتبة العدل. ولا تنسوا الفضل بينكم في علاقاتكم كلها، في القربى والمصاهرة والعمل والصداقة
وفي شؤون الحياة كلها. ولا تنسوا الفضل بينكم توجيه لمن جمعتهم هذه العلاقة العظيمة وهذا الميثاق الغليظ، وتذكير لهم بأن لا ينسوا مع مرور الزمن وتقدم العمر وكثرة العيال وتعاظم المسؤوليات، لا ينسوا الفضل الذي بناه حسن العشرة وجميل المودة ورداء الرحمة ولطيف المعاملة منذ الأيام الأولى. ولا تنسوا الفضل بينكم ليبقى الود وتحفظ الحقوق وتتنزل الرحمة وتتصافى القلوب. إن نسيان الفضل يعني التفكك والتجافي والشقاق والتباعد عن الأخلاق الكريمة والشيم النبيلة. حفظ الفضل هو الذي يحافظ على تماسك الأسرة ويحفظها بإذن الله من المواقف الطارئة واللحظات العصيبة. نسيان الفضل سلوك مشين إن انتشر في المجتمع أفسده، وإن فشى في الناس فرقهم. نسيان الفضل من ضعف الإيمان. معاشر المسلمين، في ثورة الغضب يختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل، وكأن الزوجين ما عاشا سنوات من المودة وحسن العشرة، وكأنهما لا يجمعهما بيت واحد، ولا يضلهما عش واحد، ولا يضمهما فراش واحد، ولا يدفئهما لحاف واحد. كل هذا يصبح بين عشية وضحاها سرابا هباء، فلا الزوج يذكر الحسنات ولا الزوجة تذكر المعروف. في ساعات الغضب تنقلب الوجوه المبتسمة إلى وجوه كالحة تحمل الكيد ويعلوها الإرهاق ويملأها التعب والأسى، ويكسوها التحايل المكروه والإيقاع المفسد. ولو ذهبت تبحث عن المسوغات لها لك ما تسمع، مسوغات لا يقبلها عقل فضلا أن يقبلها دين أو خلق كريم. نعم، قد غيب ذلك كله نزوات وهفوات، فلا دنيا أقاموا ولا خلقا كريما سلكوا ولا عقلا رصينا حكموا. نزوات وهفوات تحل بها الجفوة محل المودة، والبعد مكان القرب، والقسوة بديل الحب، والعنف عوض الرفق. نزوات يكون فيها تصيد الأخطاء وتلمس العيوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسر تتشتت وأطفال تضيع وإهمال يسود. أيها الأحبة، في حالات الغضب الأسرار تعلن، والمستور يكشف، والحرمات تنتهك، والتهم تقذف. أيها الأزواج، أيها الزوجات، احذروا الدعوات المغرضة التي تحرض الزوجين على التمرد وعلى التنمر، وتنفخ في النقائص والسلبيات التي هي من طبع البشر والتي لا يسلم منها أحد كائنا من كان. العلاقات الزوجية حفظكم الله لا تبنى على المشاحة ولا على المشاحنة والصدام والخصام ورفع الصوت والتشكي والتلاوم، ولكنها تبنى على مكارم الأخلاق والتغافل والصبر والتحمل. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. التدقيق في تفاصيل الحياة الأسرية ينغص الحياة ويكدر العشرة ويجعل المجالس مرة والمعيشة نكدة. وبعد، حفظكم الله، إلزموا حفظ كرامة البيوت وصون العلاقة الزوجية والتلطف والتماس أسباب الرضا، واحذروا التجسس والتحسس وتتبع الأخطاء وتلمس المعايب، واعلموا أن الاعتراف بالفضل يجمع القلوب. والفجور في الخصومة يمزق العلاقات. وإذا بدرت بوادر الخلاف فتذكروا المحاسن. إذا بدرت بوادر الخلاف فتذكروا المحاسن وتغافلوا عن النقائص. ولا تنسوا الفضل بينكم، وأقربوا
الزوجين للتقوى أقرب الزوجين للتقوى هو الذي يعفو ويسامح ولا ينسى الفضل ولا ينسى مودة أهله وحسن عشرتهم، وما استقصى كريم قط، والتغافل يطفئ الشرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله، لا يخيب من أمله، ويا لفوز من رضيه وقبله. أحمده سبحانه وأشكره، كم من خير منحه، وكم من فضل أجزله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بالهدى ودين الحق أرسله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب العليا والمكرمات المؤثلة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا لا حصر له. معاشر المسلمين، الزواج رابطة وعقد ومودة ورحمة، وليس انفلاتا وضياعا وحرية زائفة. بناء العلاقة الزوجية على الفضل والإحسان، وليس على المحاسبة والمشاحة والتقصي والاستقصاء. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله: اصحبوا الناس بالفضل لا بالعدل، فمع العدل يكون الاستقصاء، ومع الفضل يكون الاستبقاء. لا تستقصوا جميع الحقوق، بل اجعلوا للفضل موضعا، ويسروا ولا تعسروا، تسامحوا ولا تدققوا، والتغافل لا يحسنه إلا الراغبون في السعادة. وكثرة العتاب تفرق الأصحاب. العشرة بالمعروف هي النظر إلى المحاسن والاحتفاء بها. والتغاضي عن المساوئ وسترها. أيها الزوجان الكريمان، تفاهما بأدب وحوار وبنظر ثاقب للعواقب، فخلفكما ذرية ضعاف، خافوا عليهم واتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ألا فاتقوا الله جميعا رحمكم الله، واعلموا أن مما تقتضيه المناسبة أن تنبيها إلى مقصد عظيم من مقاصد حفظ النفس، من مقاصد الشريعة، ذلك هو مقصد حفظ النفس والعناية بالأسباب المؤدية إلى حفظها. فجدير بالمسلم الحازم أن يلتفت إلى هذه الأسباب ويعتني بها. ومن ذلكم حفظكم الله العناية بالتحصينات واللقاحات، وبخاصة ما يتعلق منها بالمواسم ومواطن الزحام والتجمعات كالإنفلونزا الموسمية وغيرها. فاهتموا بذلك واعتنوا به حفظكم الله، وحفظ الله وإياكم وجميع المسلمين، ووقعنا من الأمراض والأسقام، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. هذا، وصلوا وسلموا على رحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم أكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق والتوفيق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين
اللهم وفقه لما تحب وترضى، وارزقه البضاعه الصالحه، واعز به دينك، واعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين عن الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى. اللهم وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق وهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظهم بحفظك، وكلاهم بعنايتك، وأحطهم برعايتك. اللهم ادر كسرهم، وفك أسرهم، وأقل عثرتهم. اللهم اشف مرضاهم، وارحم موتاهم، واقبلهم شهداء عندك يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى من المحتلين الغاصبين. اللهم أعلي شأنه، وارفع مكانه، ورسخ بنيانه، وثبت أركانه يا سميع الدعاء. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم سدد رأيهم، واشدد أزرهم، وقو عزائمهم، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، وانصرهم على من بغى عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم ارحم شهداءهم، اللهم ارحم شهداءهم، واشف جرحاهم، واحفظهم في أهلهم وذرياتهم، إنك سميع الدعاء. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار، ومن شر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سو الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله الله أكبر. من حمده. ربنا ولك الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.